الجمعية الوطنية ريهام للرعاية الاجتماعية. احنا جد سعداء هذا النهار هذا بالوجود ديالنا بمدينة تيفلت. حاولنا ما امكن ان نبرمجوا هذه الحملة الثانية من بعد الحملة الاولى اللي كانت باقليم الخميسات. حاولنا نديروا هذه العملية الثانية باش نلبيوا النداء ديال الساكنة ديال مدينة تيفلت، والحمد لله العملية كانت ناجحة ولله الحمد. وجات في اطار هذه العملية جات في اطار برنامج السنوي ديال الجمعية، وكنتمنوا نكونوا عند حسن الظن الجميع. ونشكركم كاملين انتم الناس ديال الصحافة، ونقدم جزيل الشكر ديالي للسلطات الإقليمية منهم السيد العامل السيد المندوب الإقليمي للصحة، السلطات المحلية بمدينة تيفلت، ونشكر كذلك الدعم ديال المجلس البلدي اللي ساندنا حتى هو، والناس ديال المستشفى القرب بتيفلت كذلك حتى هما، والناس ديال الطاقم الطبي اللي جا من مدينة الرباط من المركز الجهوي لتحقن الدم، وشكرا. ما تنسوش تابوناو فلاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.